في مكان ثري من أرض مصر وفي زمن من أزمنة المستقبل، يوجد مقر إدارة المخابرات العلمية المصرية برئاسة القائد الأعلى الذي اختار أكفأ ضابط في الإدارة لتكوين فريق علمي للدفاع عن أمن مصر ضد الأخطار الكونية. وجميع العمليات التي يقوم بها أفراد الفريق موجودة في ملف خاص وسري جدا، ملف المستقبل. انفصل البعوض الآلي عن جسد رمزي الممزق وانقض في وحشية على المكوك وراح يتصم به في عنف، ولكن نور ارتفع بالمكوك ودار به حول نفسه قبل أن ينطلق به عبر ذلك الممر الطويل، وخلفه انطلق سرب البعوض الآلي، ولكن نور زاد من سرعته أكثر وأكثر وهو يقول لزوجته في حزم: ابحثي عن تلك الذبذبة، دعينا نعد من حيث جئنا. وفي نفس اللحظة التي تجاوز فيها نور الممر وانطلق إلى الفضاء الخارجي هتفت هي: لقد توصلت إليها. صاح وهو يراقب شاشات المكوك التي بدت عليها مقاتلات الغزاة وهي تندفع خلفه: وماذا تنتظرين؟ غمغمت: على بركة الله. وضغطت زرا أخيرا في نفس اللحظة التي انقضت فيها مقاتلات الغزاة، ثم وثب عبر طريق النجوم. كانت الوثبة قوية هذه المرة، حتى إن أجسادهم جميعا قد ارتجفت بشدة، وبدا لهم وكأن أبواب الجحيم كلها قد انفتحت في وجوههم قبل أن يختفي كل ما حولهم ويمتد فضاء سرمدي هادئ خالي. وضغط أزرار المكوك لينطلق عائدا إلى الأرض، ولكن المكوك انتفض في قوة ثم توقف تماما وراح يسبح في فضاء لا نهائي على بعد عدة سنوات ضوئية من الأرض ومن الأمل الأخير. إنذار زائف. نطقها وزير الدفاع في توتر بالغ، جعل رئيس الجمهورية يعود إلى مقعده متمتما في عصبية: ما الذي يفعلونه بنا بالضبط؟ ثم لوح بذراعه كلها متابعا: لقد سجلت الآلات ضجيجا قويا، أوحى لنا جميعا بأن الغزو قد بدأ، ولكن شيئا لم يحدث. قال الوزير في ضيق: إنها لعبة الشد والجذب. تطلع إليه الرئيس في تساؤل فتابع متوترا: إنذارات زائفة، الواحد تلو الآخر، تعمل على شد أعصاب الجميع مرة بعد مرة بحيث تصبح على حافة الانهيار عندما تأتي الضربة الرئيسية. انعقد حاجب الرئيس وهو يحدق في وجه الوزير قبل أن يقول في حدة: كيف يحارب هؤلاء الأوغاد؟ إنهم يقاتلون الروح المعنوية وحدها. بدت علامات التفكير العميق على وجه الوزير وهو يقول: ربما لأنه ليس لديهم سوى هذا. سأله الرئيس في عصبية: هل تعتقد هذا؟ أشار الوزير بيده مجيبا: إنه احتمال وارد بشدة، فمن الناحية التكنيكية البحتة وكأسلوب استراتيجي محترف ينبغي على المرء أن يبذل قصارى جهده لتحطيم الروح المعنوية للخصم قبل بدء المواجهة، وكلما أدرك الضعف الفعلي لقواته أمام قوات الخصم زاد من تركيزه على الحرب المعنوية والنفسية. ولقد لاحظنا جميعا كيف أنهم يبذلون جهدا شديدا في سبيل تحطيم معنويات كل من قرروا المقاومة، وهذا قد يعني أن المواجهة المباشرة ليست مضمونة النتائج. سأله الرئيس في دهشة بعد ما فعلوه بسربنا وفي أمريكا واليابان. أجابه الوزير: أمريكا واليابان استسلمتا دون مقاومة، وسربنا لم يجد الفرصة للقتال ولم يكن يدري شيئا عن خصمه في المواجهة الأولى، أما الآن فالأمر يختلف تماما. اعتدل الرئيس في مجلسه وقال: إذن فأنت تعتقد أن مقاتلينا يمكنهم مواجهة الأمر؟ أجابه في حزم: إلى حد كبير. وتألقت عين الرئيس وهو يقول: عظيم، لقد أنعشت الأمل في قلبي مرة أخرى يا رجل. قال الوزير بابتسامة باهتة: الأمل في الله سبحانه وتعالى موجود دائما يا فخامة الرئيس.
نهض الرئيس من خلف مكتبه وهو يقول في حزم وحماس: بالطبع أيها الوزير، وهذا يمنحنا الدافع القوي للمقاومة وتحدي الخوف. وانبعث ذلك الضجيج بغتة ليبتر عبارة الرئيس الذي انعقد حاجباه في شدة متمتما في عصبية: ما هذا؟ إنذار زائف آخر؟ أجابه الوزير في توتر وهو يتحرك نحو جهاز كمبيوتر الأمن في ركن حجرة مكتب الرئيس الأساسية: هذا محتمل يا فخامة الرئيس، إلا أن الضجيج كان أكثر قربا هذه المرة، حتى لقد بدا لي وكأنه لم يحاول إتمام عبارته. فتطلع إليه الرئيس لحظة قبل أن يكمل في توتر: وكأنه على مقربة من هنا. وافقه الوزير بإيماء من رأسه وقال في اغتضاب: بالضبط. ازداد انعقاد حاجبي الرئيس وهو يدير عينيه إلى نافذة الحجرة، وفجأة عبرت واحدة من مقاتلات الجيش المصري أمامه في سرعة بالغة وكأنها تطارد شيئا ما، وفي اللحظة التالية مباشرة ظهر ذلك الشيء: مقاتلتان من مقاتلات الغزاة تقومان بمناورة واسعة فوق القصر الجمهوري مباشرة، تطاردهما 3 من مقاتلاتنا الأرضية. وفي انفعال جارف هتف وزير الدفاع: ابتعد يا فخامة الرئيس، أسرع إلى المخبأ النووي في القبو. في نفس اللحظة التي تحرك فيها الرئيس، كانت المقاتلات الأرضية الثلاث تنقض على مقاتلتي الغزاة ثم تطلق صواريخها نحوهما، ومع انطلاق الصواريخ انفصلت المقاتلتان بسرعة مدهشة، فصنعت إحداهما من نفسها هدفا سهل المنال لجذب صواريخ المقاتلات الأرضية الثلاث. في نفس اللحظة التي انقضت فيها المقاتلة الثانية على القصر الجمهوري مباشرة، وصرخ وزير الدفاع مرة أخرى: أسرع يا فخامة الرئيس، ستطلق نحونا أشعتها الساحقة. ولكن المقاتلة الثانية لم تفعل هذا، لم تطلق حزمة أشعة واحدة، لقد انقضت بجسمها كله على القصر الجمهوري ونحو حجرة مكتب الرئيس الأساسية مباشرة، وكان الانفجار مدويا وعنيفا للغاية. هل انتهى أمرنا؟ ألقى أكرم السؤال في توتر بالغ بعد أن توقفت محركات المكوك وراح يسبح في الفضاء بلا هدي، فهز نور رأسه نافيا وقال: لم يحن الوقت بعد لفقدان الأمل، لقد توقفت المحركات لسبب ما، وكمبيوتر الأعطال يدرس الأمر الآن وسيبلغنا بالنتائج بعد قليل. غمغمت نشوى كالذاهلة: لا شيء يهم، لقد قتلوا رمزي. ثم ترقرقت عيناها بالدموع وهي تكمل في انهيار: قتلوه بمنتهى الوحشية، الأوغاد. وانفجرت باكية في عنف، وبلوعة شديدة حلت سلوى حزام مقعدها وهبت تحتوي ابنتها بين ذراعيها هاتفة: إنه قدره يا ابنتي، قدرنا جميعا أن نخوض هذا الجحيم. لا تبكي يا بنيتي، قال نور في حزم وهو يعض شفتيه في مرارة، اتركيها تبكي يا سلوى، اتركيها تفرغ دموعها وانفعالاتها، لقد تجاوزت صدمتها الآن فحسب. انهارت نشوى وهي تبكي على كتف أمها، في حين غمغم أكرم في تأثر: لقد احتملت ما يفوق طاقة البشر. صمت نور لحظة ليزدرد لعابه ويقاوم رغبة عارمة في البكاء قبل أن يقول بصوت مبحوح: لقد سمعت ما قالته سلوى، إنه قدرنا جميعا. زفر أكرم في عصبية مغمغما: أنت على حق، كان يمكن أن نلحق به جميعا لو أن تلك المقاتلات قد تبعتنا إلى هنا. انعقد حاجب نور في شدة عندما نطق أكرم عبارته الأخيرة وتراجع في مقعده ببطء، جعل هذا الأخير يسأل متوترا: ماذا هناك؟ لوح نور بسبابته وهو يحك ذقنه بيده قائلا: إنني أتساءل، لماذا لم تتبعنا تلك المقاتلات إلى هنا؟ هز أكرم كتفيه وقال:
ربما تصورت أننا قد قفزنا مباشرة إلى عالمنا. هز نور رأسه نفيا في حزم وقال: مستحيل، أجهزتنا قادرة على تحليل ذبذبة الانتقال وتحديد المسار المحتمل عبر طريق النجوم، وهذا المسار مسجل لديهم حتما لأنهم يرتادونه في كل مرة ينتقلون فيها إلى عالمنا، مما يجعل تحديده بسيطا ومباشرا. بدت الحيرة على وجه أكرم وهو يقول: ربما ينتظرون قرارا من شخص ما أو شيء ما، إمبراطورهم الآلي مثلا. قال نور معترضا: أي قرار هذا؟ لقد نجحنا في الهروب منهم، والطبيعي أن يطاردوننا على الفور. غمغم أكرم: ربما كانوا. قبل أن يتم عبارته ارتفع أزيز متصل من كمبيوتر الأعطال، فاستدار إليه الجميع، وهتف نور في دهشة وهو يقرأ ما كتب على شاشته: الوقود الأساسي نفد، ولكن هذا مستحيل. تمتمت نشوى: ربما يستهلك القفز عبر طريق النجوم طاقة ضخمة. قال نور في توتر: وكيف لم يكشف الكمبيوتر هذا منذ اللحظة الأولى؟ بل لماذا استغرق كل هذا الوقت لكشفه الآن؟ المفترض أنها معلومة أولية. قالت سلوى: ربما أصابه خلل ما. سألها في سرعة: لماذا؟ ما السبب في إصابته بهذا الخلل؟ تبادل الجميع نظرة حائرة متوترة، وهمت سلوى بقول شيء ما، لولا أن صدر أزيز آخر عن الكمبيوتر وارتسمت على شاشته عبارة تقول: هل يتم الانتقال إلى خزان الوقود الاحتياطي؟ ضغط نور أحد الأزرار وهو يغمغم وكأنما يحدث الكمبيوتر: وهل لدينا بديل آخر؟ اشتعلت المحركات مرة أخرى، وراح نور يقود المكوك لينطلق به عبر طريق النجوم عائدا إلى عالمه، ورأسه يحمل ألف سؤال وسؤال. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يدركه ولم يخطر بباله أو ببال رفاقه هو أن ذلك العالم الذي يعودون إليه ليس هو نفسه الذي غادروه عندما بدأت مهمتهم هذه، لقد صار عالما مختلفا إلى حد كبير ومخيف. بدا وجه أشرف لبيب ضابط المخابرات المصري شاحبا ممتقعا بشدة وهو يدلف إلى الحجرة التي تم احتجاز مشيرة فيها قائلا: معذرة يا سيدة مشيرة، لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للغاية. صاحت به في حدة: أي أمر هذا؟ إنكم تحتجزونني هنا منذ أكثر من 12 ساعة، وهذا أمر غير قانوني وغير. قاطعها بصوت أكثر شحوبا من وجهه: لقد اغتالوا الرئيس. بترت عبارتها دفعة واحدة واتسعت عيناها عن آخرهما في ارتياع جارف وهي تهتف: اغتالوه؟ يا إلهي، من تقصد بقولك هذا؟ أشار بسبابته إلى سقف الحجرة دون أن ينبس ببنت شفة، فانتقع وجهها وغمغمت: يا إلهي يا إلهي. مال نحوها قائلا في لهجة تشف عن أهمية وخطورة الأمر: إننا نحتاج إليك. قالت بدهشة: إلي أنا؟ أومأ برأسه إيجابا: نعم. ثم راح يتحرك في الحجرة بتوتر متابعا خبر اغتيال الرئيس وعدد من رؤساء جبهة المقاومة في عدة دول مختلفة. أصاب العالم برعب بلا حدود، وانهارت الروح المعنوية تماما حتى صارت المقاومة مستحيلة. هتفت مستنكرة في ذعر: هل سنستسلم؟ صاح في حزم: مستحيل. ثم أضاف بصوت يموج بالانفعال: إننا نحتاج إليك وإلى جريدة أنباء الفيديو وكل وسائل البث الدولي عبر الأقمار الصناعية لتوجيه أكبر حملة معنوية تشمل الكوكب كله. نحتاج إلى أسلوبك الحماسي لبث القوة في النفوس المنهارة. وانعقد حاجبه في شدة وهو يكمل باختصار: إنه الآن درع المقاومة الأول يا سيدة مشيرة. حدقت مشيرة في وجهه بضع لحظات مشدوهة قبل أن تغمغم: هل أدركتم الآن أن الحرية والصراحة وحدهما هما الطريق إلى النصر؟
قال في عصبية: أهذا وقت الانتقام؟ هتفت مطلقا، ثم اتجهت نحو الباب في حزم متابعة: ابعث في طلب مساعدي وأفرج عن آلات التصوير والبث، سنبدأ حملة استعادة الروح. وتوقفت لحظة قبل أن تضيف بحزم أكبر: أو كما يحلو لي أن أطلق عليها، حملة البعث. واندفعت لتؤدي دورها على أكمل وجه. اتسعت عيون أفراد الفريق في ارتياع وهم يستمعون إلى القائد الأعلى بعد عودتهم إلى الأرض، وهو يروي لهم ما أصاب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حتى انتهى قائلا: كانت ضربة قذرة، استشهد بسببها أفضل رجلين في مصر كلها، وتحطمت معها الروح المعنوية لشعوب العالم كلها، وصار الجميع يترقبون الغزو في أي لحظة. المخابئ النووية امتلأت عن آخرها، والهجرة إلى الريف بلغت حدا أغلقت بسببه الطرق كلها، والمحال أغلقت أبوابها، كما لو أن الحياة قد توقفت تماما في مصر. تمتمت سلوى مبهوتة: رباه، إذن فقد كانت مهمتنا بلا طائل. هتفت نشوى في مرارة ودموعها تغمر وجهها: ولكننا فقدنا رمزي. هز القائد الأعلى رأسه قائلا: مهمتكم لم تكن أبدا بلا طائل، لقد عدتم بالكثير من المعلومات. ثم عض شفتيه مكملا: ولكنها معلومات مخيفة للأسف. تنحنح نور قائلا: ربما ليس إلى هذا الحد. أشار القائد الأعلى بيده قائلا: أي حد يا نور؟ لقد شاهدتم كوكبا فضائيا وملايين من المقاتلات وأشخاصا آلية عملاقة، كيف يمكننا مواجهة كل هذا؟ قال نور في حزم: يجب أن نقاوم على كل حال يا سيدي. أومأ القائد الأعلى برأسه وهو يتمتم: أنت على حق، يجب أن نقاوم. ثم هز رأسه قبل أن يضيف: حتى لو فنينا جميعا. أجابه أكرم في عصبية: بناء على ما فعله أولئك الأوغاد، أعتقد أننا سنفنى على أي حال. تمتمت نشوى في حزن مرير: ونلحق برمزي. انعقد حاجب القائد الأعلى وهو يشير إليها بسباباته، وهم بقول شيء ما، ولكن أزيزا انطلق من جهاز الهولوفيزيون فجأة، فاعتدل في مقعده قائلا في انفعال واضح: لقد بدأت حملة البعث. بدت الدهشة على وجوه الجميع، وتساءل أكرم: أي بعث؟ أجابه القائد الأعلى وهو يشعل جهاز الهولوفيزيون: إنها حملة مكثفة لاستعادة الروح المعنوية المنهارة يا أكرم، تقوم بها زوجتك. هتف أكرم: مشيرة؟ أجابه القائد الأعلى في احترام: نعم، مشيرة محفوظ، أكثر صحفيات مصر احتراما وتأثيرا في الجماهير في كل شعوب الأرض، لك أن تفخر بها يا رجل. شد أكرم قامته وتطلع إلى شاشة الهولوفزيون التي نقلت صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد لزوجته وهي تقف وسط أكبر ميادين القاهرة الجديدة، وهو يقول: إنني أفخر بها بالفعل يا سيدي. ألقى قوله ثم استمع مع الجميع بكيانهم كله إلى مشيرة وهي تهتف في حماس يتم بثه إلى كل أنحاء العالم عبر أقمار صناعية للترجمة الفورية بكل اللغات المعروفة. سيداتي سادتي، في كل بقاع الأرض، في كل ركن حر من العالم، يا كل مواطن ينتمي بجسده وعقله وكيانه إلى كوكبنا، هنا مشيرة محفوظ تتحدث إليكم من القاهرة الجديدة، من قلب مصر النابض بالأمل والحزم والعزم والإصرار على الكفاح والمقاومة. مهما بدت الصورة قاتمة داكنة كئيبة، ومهما بدا العدو قويا قاسيا شرسا، انهضوا معي من يأسكم، لا تستسلموا أبدا، لا تنساقوا إلى ما يدفعكم إليه عدوكم الغادر،
لا تستكينوا إلى محاولاته القذرة لتحطيم نفوسكم ومعنوياتكم، انهضوا وقاوموا وقاتلوا، لا تسمحوا له أبدا بالاستيلاء على كوكبكم وحاضركم ومستقبلكم دون أن يكون الثمن فادحا غاليا بالنسبة له. استعيدوا معي كل ما حدث منذ البداية، وستدركون أن العدو ليس قويا كما يتظاهر. تمتمت سلوى: لأنك لم تري ما رأيناه. أشار إليها القائد الأعلى بالتزام الصمت وهو يستمع بكل اهتمام إلى مشيرة التي بدت أشبه بصورة مجسمة للحماس والأمل وهي تهتف: ستدركون أن العدو يتحاشى مواجهتكم في كل مرة يضرب فيها ضربته، إنه لا يضرب إلا العزل والمستسلمين وحدهم. قال أكرم في حنق: وماذا عن سرب المقاتلات؟ التفت إليه القائد الأعلى قائلا في حزم: استمع إلى زوجتك بدلا من الانغماس في روح اليأس هذه يا أكرم، فكلماتها قوية للغاية وحماسها كفيل بقلب ميزان الأمور رأسا على عقب. قالت نشوى في يأس: وهل سيصنع هذا فارقا؟ قال القائد الأعلى في صرامة: على الأقل سيدفعهم إلى القتال والمقاومة. ثم لوح بكفيه مستطردا: السياسيون مشغولون الآن بانتخاب رئيس جديد يتولى دفة الأمور في سرعة، والعلماء يعملون بكل جدهم وجهدهم لابتكار سلاح قادر على مواجهة الغزو، والإعلاميون يبثون الحماس في قلوب الناس، كل يؤدي واجبه حتى ولو لم يكن النصر ممكنا، المهم أن نفعل ما بوسعنا. غمغم نور في حزم: بالتأكيد يا سيدي، بالتأكيد. ثم عاد الصمت يغلف المكان والجميع يستمعون إلى مشيرة وهي تهتف بكل حماس الدنيا: لا تستسلموا أبدا، لا تقعوا في الفخ الذي أراده لكم العدو، قاتلوا، قاوموا، ابذلوا أرواحكم في سبيل حريتكم، في سبيل أوطانكم وعالمكم وكوكبكم كله، قاتلوا من أجل. انبعث ضجيج عنيف بغتة قبل أن تتم عبارتها، فهتف أكرم: رباه، لقد جاءوا. وفي الهولوفيزيون بدا الاضطراب على وجه مشيرة وهي ترفع رأسها إلى السماء هاتفة: قاوموا، لا تستسلموا. ومع هتافها انشق الفضاء عن جيش ضخم من المقاتلات، ومن كل مكان انطلقت المقاتلات الأرضية لتشتبك مع مقاتلات الغزاة، ومشيرة تهتف في حماس منقطع النظير لم تخفف من صوتها المرتجف: عبر عدسات أنباء الفيديو تنقل إليكم مشيرة محفوظ أخطر لحظات في تاريخ كوكبنا، لحظة الغزو، نسورنا ينطلقون لمواجهة الغزاة والتصدي لهم، القتال يشتعل في سمائنا ويصنع منها جحيما، ولكننا لن نستسلم، سنقاوم ونقاتل ونلقي الجحيم في وجوه أعدائنا، سنقاتل حتى آخر قطرة دم، سنقاتل، سنقاتل. كانت السماء قد تحولت بالفعل إلى قطعة من الجحيم، وخيوط الليزر تسحق المقاتلات الفضائية ومقاتلات العدو، والنيران تتساقط في كل مكان، ومشيرة تواصل صرخاتها الحماسية: سنقاتل، سنقاتل حتى آخر نفس في صدورنا. وبكل ذعره وهلعه صاح أكرم: ابتعدي يا مشيرة، اهربي، غادري ساحة المعركة الآن. ومع صيحته
انفصلت مقاتلتان عن سرب الغزاة وانقضتا على فريق أنباء الفيديو الذي انطلق رجاله هاربين في ذعر، باستثناء مشيرة التي ظلت تصرخ سنقاتل سنقاتل، وصرخ أكرم في ارتياع لا يا مشيرة لا، ولكن حزمة الأشعة انطلقت ودوت عشرات الانفجارات وتوقفت صرخات مشيرة الحماسية إلى الأبد. وفي ذهول مرتاع مذعور حدق أكرم في شاشة الهولوفيزيون ثلاثية الأبعاد والتي لم تعد تستقبل أي بث على الإطلاق، وهو يردد لا يا مشيرة لا مستحيل، ثم صرخ بكل قوته ليس مشيرة ليس مشيرة. وفي مشهد عجيب وربما لأول مرة في حياته كلها انهار أكرم، انهار على أقرب مقعد إليه وهو يصرخ الأوغاد، وترددت صرخاته في قاعة الاجتماعات بمبنى المخابرات العلمية المصرية الذي أصيب كل من فيه بصدمة عنيفة، صدمة أدركوا معها أن الغزو قد بدأ وأن الجحيم قد فتح أبوابه على مصراعيها، أوسع أبوابه. مأساة رهيبة بكل المقاييس، الغزاة انقضوا بمقاتلاتهم على مصر في شراسة منقطعة النظير وبأعداد رهيبة، وبكل قوتهم وإصرارهم ومهارتهم وخبراتهم انطلق نسورنا يتصدون للغزاة واشتبكوا معهم وأسقطوا العشرات منهم وسقطوا. أبطالنا ونسورنا قاتلوا كالأسود قبل أن يسقطوا شهداء، والعجيب أن الخصم لم يبدو رهيبا منيعا كما تصور الجميع، مقاتلاته أيضا تساقطت كالذباب، ولكن أعدادها كانت هائلة بحق، وكما يقولون دائما الكثرة تهزم الشجاعة وتدحرها وتسحقها أيضا. ولقد استغرقت المعركة ساعة كاملة، فقد خلالها الغزاة 200 مقاتلة وفقدنا نحن 1000. كل 10 مقاتلات للغزاة كانت تنقض في كل الاتجاهات على مقاتلة واحدة من مقاتلاتنا، وتنطلق حزم الليزر بلا هوادة بلا رحمة وبلا مبالاة، وداخل المخابئ النووية اختفى الجميع، النساء والأطفال والشيوخ. أما الشباب والرجال فقد تزاحموا لحبل السلاح ومواجهة العدو الذي ينتظر هبوطه بعد أن يتحقق له التفوق الجوي والسيطرة الفضائية التامة. وفي مقر قيادة المخابرات العلمية الذي تحول إلى مقر المقاومة فور بدء القتال، هدف القائد الأعلى وهو يتابع ما يحدث على شاشات الرصد المختلفة، يا للأوغاد إنهم يسحقون كل شيء بلا رحمة كما لو أن جنسهم يحيا دون قلوب تنبض، قال نور في عصبية وهو يتابع المذبحة الرهيبة، ما دام إمبراطورهم عملاقا آليا فلن أستبعد أن يكون هذا حقيقة، هتف أكرم في غضب هادر مرير، وهل سنبقى هنا ونكتفي بالمراقبة والمشاهدة والاستنكار؟ كلا يا رفاق لن يحدث هذا أبدا. ثم استل مسدسه ولوح به صارخا سأخرج لمواجهة هؤلاء الأوغاد، سأنتقم لرمزي ومشيرة ولنسور مصر وكل قطرة دم طاهرة أريقت على تراب الأرض. هتفت نشوى نعم دعنا نفعلها، ولكن نور استدار إليهما قائلا في صرامة، هذا بالضبط ما يريدونه منا، أن نفقد عقولنا وحلمنا وحسن إدراكنا للأمور وننطلق لنقاتل بهمجية وعشوائية، فتسحقنا تلك المقاتلات الحقيرة كما لو كنا مجموعة من النمل تسحقها قدم ضخمة دون أن يشعر بها وبوجودها أحد. كلا يا رفاق لن نمنحهم ما يسعون إليه قط، أتريدان الثأر لرمزي ومشيرة؟ نعم سنفعل هذا حتما، ولكن بأسلوبنا نحن وليس بما يدفعوننا إليه، وعض شفتيه ليخفي ألمه ومرارته قبل أن يتابع في حزم، لو أن هؤلاء الغزاة قد انتصروا في معركتهم الأولى فهذا لا يعني أنهم سيربحون أيضا في النهاية، لقد سبق لنا أن واجهنا هذا الجحيم وقاومنا وقاتلنا، رددت سلوى وانتصرنا،
التفت نور إليها قائلا في حزم: بالضبط. ثم عاد يستدير إلى نشوى وأكرم متابعا: أيامها فقدت أبي وأمي، وفقدنا كل قادة مصر والقائد الأعلى ومدير مركز الأبحاث ومئات الألوف من البشر، ولكننا لم نفقد عقلنا وحماسنا وأعصابنا، لم نفقد قدرتنا على القتال والمقاومة. وشد قامته في قوة مضيفا: ولهذا انتصرنا. حدق الجميع في وجهه بضع لحظات قبل أن يغمغم أكرم: نعم يا نور، لهذا انتصرنا. ثم انعقد حاجباه في حزم مستطردا: وبهذا سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال القائد الأعلى في تلك اللحظة وهو يشير إلى الشاشة في شحوب شديد يبدو أنهم انتقلوا إلى مرحلة السيطرة الأرضية. أدار الجميع عيونهم إلى الشاشة وحدقوا في المركبة الفضائية الضخمة الشبيهة بالجعران، والتي هبطت في بطء وسط الميدان الكبير تحيط بها مقاتلات الغزاة حتى استقرت وسط المذبحة تماما. ولثوان تجمدت الصورة كلها كما لو أنها قد تحولت إلى مشهد ثابت، ثم انفتح باب جانبي في بطء ومال حتى لامس أرضية المكان صانعا ما يشبه الجسر المنحدر. وعبر ذلك الجسر انطلقت مقاتلات الغزاة الأرضية، أجسام رهيبة مخيفة أشبه بعناكب عملاقة راحت تنتشر في كل مكان وتتجه نحو مداخل المخابئ النووية مباشرة، وكأنها تعلم مواقعها وترصدها منذ الأزل. وبكل غضب وارتياع الكون هتف أكرم: يا للخسة، سيهاجمون النساء والأطفال والشيوخ العزل. تراجعت سلوى في ارتياع مرددة: يا إلهي يا إلهي. ومع كلماتها بدأ أحد العناكب الضخمة وهو يتجه نحو آلات التصوير مباشرة، ثم يطلق قذيفته وصدرت من شاشة الرصد فرقعة عجيبة قبل أن تختفي الصورة عنها تماما. وفي مرارة هتف القائد الأعلى: يا للبشاعة يا للبشاعة. أما أكرم فقد قال في عصبية غاضبة: ما الذي يسعون إليه بالضبط؟ لقد واجهنا غزاة بشعين من قبل، ولكنهم على الرغم من وحشيتهم لم يبلغوا هذا الحد أبدا، لم يسحقوا كل من يقف في وجههم على هذا النحو. انعقد حاجب نور وهو يقول: ربما لأن من واجهناهم من قبل كانوا أحياء. سألته نشوى في دهشة: ماذا تعني يا أبي؟ صمت طويلا وقد انعقد حاجباه في شدة وارتسمت على وجهه علامات التفكير العميق، فهتف به أكرم: فلتخبرنا ماذا تعني يا نور. انفرجت شفة نور وهو يلتفت إليهم وبدا وكأنه سيخبرهم بما لديه، إلا أن أزيزا عاليا انطلق فجأة في المكان وامتزج بصوت القائد الأعلى وهو يهتف في توتر: رباه إنهم يهاجموننا. استدار الجميع إلى شاشة رصد كبيرة بدت عليها 10 من مقاتلات الغزاة وهي تنطلق نحو مبنى إدارة المخابرات العلمية مباشرة، فهتف أكرم: يا للأوغاد. انعقد حاجب نور لحظة في شدة قبل أن يهتف فجأة بلهجة صارمة آمرة: إلى المخبأ النووي جميعا بأقصى سرعة. ودون مناقشة انطلق الجميع يعدون خلفه عبر ممرات المبنى في نفس اللحظة التي بدأت فيها أجهزة الدفع الجوي عملها، وراحت تطلق قذائفها في نفس اللحظة التي بدأت فيها أجهزة الدفاع الجوي عملها، راحت تطلق قذائفها وحزم أشعتها نحو المقاتلات. وفي هذه المرة أيضا لجأت مقاتلات الغزاة إلى التكنيك نفسه، لقد انفصلت إلى فريقين: فريق واجه كل أسلحة الدفاع الجوي في انتحارية عجيبة، والفريق الآخر تقمص دور الكاميكاز وانقض على مبنى إدارة المخابرات العلمية بكل قوته، ومع الارتطام دوى الانفجار وارتجت المنطقة كلها بمنتهى العنف. مرة أخرى ارتجت آلة الزمن في عنف. هناك شيء ما غير طبيعي، خلل ما. ليس من المفترض أن تحدث هذه الارتجاجات، ليس من الطبيعي أن تفلت الأمور إلى هذا الحد. حتى الرحلة عبر الزمن استغرقت وقتا أطول مما ينبغي
أو هكذا خيل لنور وهو يجلس في مقعده في حالة أشبه بالغيبوبة وكل أطرافه باردة كالثلج عاجزة عن الحركة. من المستحيل أن يصيب هذا المسافر عبر الزمن. صحيح أنه وزوجته لا يرتديان أي أزياء واقية، ولكن كل الدراسات تؤكد أن هذا ليس حتما، ربما يجعل رحلة الزمن أكثر راحة، ولكن عدم وجود الزي الواقي لا يمكن أن يؤدي لكل هذا. إنه عاجز عن النهوض أو حتى عن المتابعة. كل ما لاحظه هو أن مؤشر الزمن أصابه خلل ما، لم يعد يسير في بطء منتظم كذي قبل، بل لم يعد يحدد الاتجاه الذي ينطلق فيه عبر نهر الزمن. ترى ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي يمكن أن يشير إليه؟ شغلته تساؤلاته لبضع لحظات، ثم لم يلبث ذهنه أن طرحها جانبا مع ذلك الخدر الذي يسري فيه، وعاد يسترجع ذكرياته، ذكريات ذلك الغزو الرهيب. استرجع ذهنه ذلك الانفجار المدوي الذي حدث في مبنى إدارة المخابرات العلمية قبل أن يبلغوا المخبأ النووي تماما. ماذا لا يذكر كيف اندفع جسده إلى الأمام وطار في الهواء، ثم هوى يرتطم بالأرض في عنف، ويذكر إصابة نشوة ومصرع القائد الأعلى، ويا لها من ذكريات. استعادت مشاعره في تلك اللحظة كل ما مر به من ألم ومرارة وعذاب في تلك اللحظات، وانطلق يستعيد الذكريات، ذكريات الغزو والمقاومة. الثلاثاء، 4 مايو القرن 21. خيم سكون وصمت رهيبين على الميدان الرئيسي في قلب القاهرة الجديدة، وارتفعت منه رائحة الموت تسقم الأنوف، وقد تناثرت فيه جثث الموتى وحطام مقاتلاتنا ومقاتلات العدو التي لم ترفع بعد منذ تلك المذبحة الرهيبة، مذبحة الغزو. المدينة كلها بدت صامتة كئيبة في اليوم الثالث للغزو. الجميع قبعوا في بيوتهم ينتظرون الموت في أي لحظة، بعد أن أدركوا أن الغزاة يعرفون كل مواقع المخابئ النووية ويصرون على مهاجمتها وسحقها بكل من فيها، وكأن العدو يعلن أنه يرفض أن يختبئ البشر، يريدهم أمامه في أي لحظة وكل لحظة. ولكن لماذا؟ لا أحد يدري، لا أحد على الإطلاق. ووسط كل الصمت والسكون تحرك جسدان بشريان في حذر وخفة وسط الحطام المنتشر في كل مكان، وفي مرونة مدهشة انتقل إلى حطام إحدى مقاتلات العدو، وهما يخفيان أنفيهما وفميهما بمنديلين كبيرين، وراحا يفحصان حطام المقاتلة الفضائية في اهتمام بالغ، ولدقيقتين أو يزيد لم ينبس أحدهما بحرف واحد. ثم غمغم أكرم في توتر: كنت على حق يا نور، إنها مقاتلة بلا طيار. أجابه نور في خفوت: هناك مقعد للطيار، ولكن من الواضح أنه لم يستخدم قط. كل هذه المقاتلات كانت تنطلق بالتوجيه البعيد. وصمت لحظة قبل أن يضيف: أو بالتوجيه الذاتي. سأله أكرم في توتر: ما الذي تعنيه بالتوجيه الذاتي؟ أشار نور إلى الحطام مجيبا: أعني أن تلك المقاتلات في حقيقة أمرها أشخاص آلية مبرمجة بنظام ذكاء صناعي مدهش يتيح لها القتال والمناورة واكتساب الخبرات المختلفة. وتنهد في توتر مضيفا: وهذا يفسر كل شيء. سأله أكرم في لهفة: مثل ماذا؟ هم نور بإجابة سؤاله، ثم لم يلبث أن أطبق شفتيه وعقد حاجبيه في شدة وهو يشير بسبابته قبل أن يلوح بإشارة خاصة جعلت أكرم يضغط زرا في حزامه، ثم يحبس أنفاسه ويخفي جسده خلف جزء من الحطام وهو يتطلع فيما حوله في توتر بالغ. ثم التقطت أذناه ذلك الصوت الذي التقطه أذن نور من قبل.
ومن بعيد ظهرت إحدى تلك الآلات المخيفة الشبيهة بالعناكب العملاقة، وحبس نور أنفاسه بدوره، ومن قمة العنكبوت الآلي انبعثت حزمة من ضوء أخضر باهت راحت تمسح المكان كله في بطء، ولثلاث دقائق كاملة راحت الآلة تسير في بطء بين الحطام والأشلاء والضوء الأخضر الباهت يفحص المكان وكأنما يبحث عن أي أثر للحياة. ثم بدأت الآلة تبتعد وتبتعد حتى اختفت تماما، وعندئذ فقط أطلق أكرم من أعماق أعماقه زفرة حارة وهو يهتف: رباه، كلما تصورت ما كان يمكن أن يحدث لو كشف ذلك الشيء وجودنا انخلع قلبي رعبا. أشار نور بيده قائلا: لقد انتهى عملنا هنا، والأفضل أن نعود إلى وكرنا. غمغم أكرم وهو يتحرك إلى جواره بمنتهى السرعة والخفة: بالتأكيد. لم يطرح سؤالا آخر على نور طوال طريق العودة، وهما يبذلان جهدا خرافيا للإفلات من عناكب الغزاة الآلية، إلا أن عقله ظل يتساءل طوال الوقت في قلق: ترى ما الذي يقصده نور؟ خصمنا ليس مخلوقا حيا، نطق نور العبارة في حزم داخل المخبأ السري الذي اتخذته المقاومة الأرضية، فاتسعت عيون رفاقه وهتفت نشوة: لماذا تقول هذا يا أبي؟ أجاب نور: كل شيء حدث ويحدث يؤكد أن استنتاجي هذا صحيح، إننا لم نرى مخلوقا واحدا من الغزاة منذ بدأ كل هذا، وحتى عندما دخلنا مركبتهم العملاقة لم نرى سوى شخص آلي ضخم وآلات شبيهة بالبعوض، وهنا على الأرض منذ بدأ الغزو لم نرى سوى آلات، فقط آلات، فما الذي يمكن أن يعنيه كل هذا؟ سألته سلوى حائرة: ما الذي يمكن أن يعنيه؟ أجاب في انفعال: إننا نواجه عالما من الآلات. هتف أحد الرجال في دهشة بالغة: عالم من ماذا؟ لوح نور بذراعيه وهو يقول: عالم من الآلات يا رجل، عالم إمبراطوره الآلي عملاق وكل مقاتليه من الآلات المتقدمة. سأله أكرم مستنكرا: ولكن كيف يمكن أن ينشأ عالم كهذا يا نور؟ الآلة تحتاج حتما إلى صانع. تحرك نور في المكان وهو يقول: دعونا نرسم صورة للأمر منذ بدايته، فلنتخيل عالما متقدما للغاية بدليل قدرتي على صنع سفينة فضائية هائلة كهذه وإطلاقها في الفضاء، وعلى متنها طاقم متكامل مع عدد من الآلات المتقدمة ذات الذكاء الصناعي لارتياد الكون الشاسع واستكشاف الفضاء اللانهائي. ثم أصيبت تلك الآلات بالخلل لسبب أو لآخر، وساعدها ذكاؤها المتفوق على الثورة على صانعيها وتحطيمهم، ثم بدأت هي تسيطر على الموقف تماما. غمغم أحد الرجال في حدة: صورة خيالية أكثر مما ينبغي. تابع نور وكأنه لم يسمعه: ولأن تلك الآلات قد برمجت للبحث عن صور الحياة في الكون، فهي تواصل رحلتها في الفضاء السرمدي وعبر طريق النجوم بحثا عن أي كوكب مأهول. تمتم أكرم في عصبية: وتدميره. أشار نور بسبابته قائلا: بالضبط. صارت همهمة بين الجميع، وهتف أحدهم في سخط: أية مهمة هذه؟ أجابه نور في سرعة: مهمة تقوم بها عقول آلية تحررت لأول مرة من سيطرة العقول الحية، وتصورت أن مهمتها الرئيسية هي مواصلة التحرر وسحق أي صور للحياة في أي مكان من الكون. تبادل الجميع نظرات متوترة للغاية قبل أن يهتف أحد الرجال: هذا يبدو لي أشبه بفيلم من أفلام الرعب الممتزج بالخيال العلمي. أجابه نور في حزم: ولكنه يفسر كل ما حدث ويلقي الضوء على تلك الوحشية اللانهائية والانتحارية المذهلة اللتين تميزان هؤلاء الغزاة، فالآلات بلا قلب ولا تشعر بالشفقة أو الرحمة، كما أن كلمة الحياة ومعنى الانتحار لا وجود لهما فيها.
هتف أكرم، وماذا عن الذكاء المفرط والعبقرية في تحطيم الروح المعنوية؟ هذا نور كتفيه مجيبا، المناورة والاستراتيجية أمران تتميز بهما الآلات المفكرة، وإلا ما وجدنا أجهزة كمبيوتر متفوقة في لعبة الشطرنج ويمكنها هزيمة أبطال العالم فيه، وهو لعبة قمة في الاستراتيجية والتكنيك والمناورة. غمغم رجل آخر، ما زال الأمر يثير في نفس الرعب، أجاب نور في حزم، ولكنه يمنحنا شيئا من الأمل على الأقل، هتف أحد الرجال مستنكرا، أي أمل؟ أشار نور مجيبا، الأمل في أننا نواجه عقولا آلية وليست حية، عقول قابلة للانهزام أمام العقل البشري. قال رجل في حدة، وكيف أيها القائد؟ أنت قلتها بنفسك، الآلات المفكرة تنتصر دائما في الاستراتيجية والمناورة. أجابه نور، هذا ينطبق على الألعاب ذات القواعد الثابتة وحدها، حيث لا يمكن للطرفين الخروج عن خط مرسوم ومحدود. أما في القتال المباشر والحياة الطبيعية فالقواعد تتغير وتتبدل وفقا لمقتضيات الموقف، ومهما بلغت تلك الآلات المفكرة من ذكاء صناعي لن يمكنها أبدا أن تباري العقل البشري في هذا المضمار. سألته نشوى، ومن أدرانا أنه لا يوجد عقل حي جبار خلف كل هذا؟ سألها مباشرة، وما الذي ينقصه ليكشف عن وجوده الآن؟ ألم يتحقق له النصر التام؟ ألم ينجح في السيطرة على 4 أخماس الأرض حتى هذه اللحظة؟ أشار أكرم بسباباته وهو يقول في اهتمام قلق، هل تعلم يا نور؟ هذا الأمر يطرح في ذهني تساؤلا آخر، لماذا لم يسيطر على العالم كله دفعة واحدة؟ ما دام يمتلك كل هذا التفوق العددي، لماذا يهاجم كل دولة على حدة؟ انعقد حاجب نور وهو يدرس هذه النقطة جيدا قبل أن يقول في حزم، هذا أمر مهم بالفعل يا أكرم، لماذا لم يفعل هذا على الرغم من أنه يمتلك ما يزيد على 1,000,000 مقاتلة طبقا لما سجلته أجهزة المكوك ابن ماجد؟ لماذا؟ قال أحد الرجال في عصبية، ما الذي يدعوه إلى العجلة؟ كل شيء تحت سيطرته الآن. هز نور رأسه نفيا في قوة وهو يقول، لا يمكن أن يكون هذا هو السبب. سأله رجل آخر في حدة، ما السبب إذن؟ عاد يهز رأسه في بطء هذه المرة وهو يتمتم، لم يتضح بعد. قال أكرم في حزم، ولكنك ستتوصل إليه حتما. غمغم نور، بإذن الله سبحانه وتعالى يا أكرم، بإذن الله. ولكن وجهه الظل يحمل علامات التفكير العميق وهو يتابع وكأنما يتحدث مع نفسه، ولكن هذا يقودنا إلى أمر آخر، ففي الاحتلال السابق اهتم الغزاة بنسف كل ما ينتمي إلى الحضارة وعلى رأسها الأقمار الصناعية ووسائل الاتصال، أما هذه المرة فالخصم لم يسع إلى هذا بل ولم يبالي به على الإطلاق. فلماذا؟ قال أحد الرجال في سخرية، الآلات تحن لبعضها. ازداد انعقاد حاجبي نور وازدادت علامات التفكير على وجهه عمقا، حتى إن الجميع قد لاذوا بالصمت وشعروا بأن عقله يدير عشرات الأمور مع بعضها ويقلبها ويفحصها ويمحصها قبل أن يقول في بطء عجيب، إذن فالآلات كلها ستبقى سالمة. سألته سلوى في توتر، فيما تفكر بالضبط يا نور؟ أجاب في شرود عجيب، أفكر في أن هزيمة جيش من الآلات أمر يبدو مستحيلا إلى حد كبير. هتف أحد الرجال، هذا ما قلته منذ البداية. تابع نور وكأنه لم يسمعه، إذن فالأفضل أن نمنع وصول ذلك الجيش منذ البداية. بدت الدهشة على عيونهم جميعا وتبادلوا نظرة حائرة، في حين تصاعدت إلى شفتيه
هو ابتسامة كبيرة واثقة وهو يقول: هل تعلمون يا رفاق؟ أعتقد أنه ما زال هناك أمل في النجاة من كل هذا، أمل كبير. وعلى الرغم من أن الجميع كانوا يتطلعون إليه مباشرة، إلا أن أحدا منهم لم ينجح قط في قراءة ما يدور في ذهنه، لذا فقد بدا لهم غامضا إلى أقصى حد. ارتجاجة عنيفة شملت آلة الزمن كلها هذه المرة، ارتجاجة توحي بأن حدثا جللا في الطريق. مع تلك الارتجاجة تلاشت كل ذكريات نور وفتح عينيه عن آخرهما. كان كل شيء يوحي بأن الآلة ما زالت تواصل رحلتها عبر نهر الزمن، الأضواء المختلفة، التلاحق السريع، كل شيء. ولكن شيئا ما في أعماقه أنبأه بأنه يوجد خطأ ما، خطأ لم يحدث من قبل في أي رحلة من رحلات الزمن. ثم إن الأمر قد استغرق فترة طويلة للغاية، أطول مما ينبغي بكثير، وهو لا يعلم ما الذي يمكن أن يعنيه هذا. هل ضاعت المركبة في نهر الزمن؟ هل قفزت إلى الماضي السحيق أو المستقبل البعيد؟ أدار عينيه في صعوبة إلى جهاز التوجيه الزمني في محاولة لتحديد موقعهما من نهر الزمن، ولكن كل شيء كان مرتبكا بشدة، الأرقام تتوالى بسرعة مخيفة كما لو أصابها مس من الجنون أو شيئا من الخلل الذي أصاب كل شيء. وهو يشعر بإرهاق لم يشعر به من قبل، وإلى جواره تأوهت سلوى في ضعف: أين نحن؟ لماذا أشعر بكل هذا التهالك؟ تمتم في صعوبة: لست أدري. وبكل ما يمتلك من قوة وإرادة دفع جسده بعيدا عن مقعده وحاول أن يتجه إلى أجهزة التوجيه. حاول وحاول ولكنه لم ينجح أبدا. وبكل ضعفها تمتمت سلوى: أهي النهاية يا نور؟ هل كتب علينا أن نضيع في نهر الزمن؟ تمتم: لا، هذا مستحيل، لا يمكنني أن أسمح بهذا أبدا. ثم عاد يستنفر قواه لينهض مضيفا: من أجل الأرض على الأقل. قاومت سلوى ذلك الخدر الذي يسري في جسدها أيضا وهي تقول: نعم يا نور، دعنا نقاوم من أجل الأرض، من أجل الجميع. مع آخر حروف كلماتها تلاشت الأضواء الساطعة مختلفة الألوان بغتة، وظهرت سماء ممتدة، سماء زرقاء صافية جعلتها تهتف: رباه هل. قبل أن يكتمل سؤالها مالت آلة الزمن إلى أسفل بغتة، ثم راحت تهوي بسرعة مدهشة نحو الأرض التي بدت في وضوح. وبكل قوته دفع نور نفسه بعيدا عن مقعده وحاول أن يمسك أجهزة التوجيه وهو يتمتم: يبدو أننا فعلناها يا سلوى، لقد عبرنا نهر الزمن إلى ما قبل وصول الغزاة، لقد فعلناها. أمسك أجهزة التوجيه بأصابعه في قوة، ولكن المركبة واصلت هبوطها وواصلت، وبدت مباني القاهرة الجديدة في وضوح. وهتفت سلوى: رباه نور. جذب أجهزة التوجيه بكل ما تبقى له من قوة، ولكن الأجهزة لم تستجب، والمركبة ظلت تهوي وتهوي وتهوي، وبدت أسطح المنازل عند أطراف المدينة وهي تقترب وتقترب. وصرخت سلوى: إنها النهاية. ومع صرختها ارتطم باطن المركبة بجزء من أسطح أحد المباني، ومع الارتطام مالت آلة الزمن في عنف، ثم هوت مرة أخرى وارتطمت ببناء آخر. وبكل قوته صرخ نور: تماسكي يا سلوى، تماسكي.
سمعها وهي تطلق شهقة قوية مع الارتطام الثالث، ثم صم أذنيه صوت انفجار قوي في مؤخرة آلة الزمن، وبعدها ارتطمت بالأرض في عنف واندفع جسده إلى الأمام وارتطم بأجهزة التوجيه. وسمع صوت ضلعه يتحطم وصوت زجاج ينكسر وصرخة سلوى، وتدحرجت الآلة مرة وثانية وثالثة، ثم توقفت أخيرا وسط عاصفة من الغبار. وبكل لوعته هتف نور: سلوى، أين أنت؟ أين أنت يا سلوى؟ لم يتلقى جوابا، فامتلأت نفسه بهلع شديد جعله يضرب الغبار بكفيه وذراعيه في عنف صائحا: أين أنت؟ انزاح الغبار قليلا واتسعت عيناه في ذعر عندما شاهد الواجهة الزجاجية المحطمة وجسد سلوى الملقى على مسافة 10 أمتار منها وسط أجزاء من حطام المبنى الذي ارتطم به. ولم ينتبه إلا في هذه اللحظة فقط إلى أنه قد استعاد بعض نشاطه على نحو جعله يقفز عبر الواجهة المحطمة ويعدو نحوها بكل لوعة الدنيا، ثم ينحني ليحتويها بين ذراعيه هاتفا: أنت بخير؟ كانت الدماء تغمر جبهتها وعيناها تدوران في محجريهما وهي تقول في ضعف متهالك: إنها غلطتي يا نور، لقد حللت حزام الأمان. قطعها في حنان مرتاع: لا تتكلمي يا حبيبتي، لا تقولي شيئا، سيصل رجال الإسعاف حتما وسينقذونك. وقاطعته هي هذه المرة في ضعف زائد: لا تقلق نفسك بأمري، المهم الأرض ومستقبل الأرض. قال بلهجة أقرب إلى الضراعة: لا تتكلمي أرجوك. حاولت أن تبتسم إلا أن ضعفها المتزايد منعها من هذا، فتمتمت: الأرض يا نور. ثم انتفض جسدها في عنف وانطلقت من حلقها شهقة مكتومة، واتسعت عيناها عن آخرهما قبل أن يتهالك جسدها دفعة واحدة وتفقد عيناها بريق الحياة إلى الأبد. وبكل لوعة وذعر وحزن الدنيا صرخ نور: لا يا سلوى، لا. وضم إليه جسدها الذي ما زال يحمل دفء حياة مضت وهو يصرخ ويصرخ، ثم ظهرت تلك الأجسام التي تعدو نحوه وارتفعت أبواق سيارات قادمة، ثم أظلمت الدنيا كلها أمام عينيه وانتهت علاقته بعالم الوعي. تعالى وقع أقدام مسرعة عبر الممر الطويل للقسم الخاص في المستشفى التابع لقسم الأبحاث في المخابرات العامة المصرية، فاستدارت عيون الجميع إلى مصدره وغمغمت سلوى عندما وقع بصرها على صاحبه. ها هو الدكتور جلال قد وصل. كان الرجل واضح الانفعال محتقن الوجه وهو يتجه إليها وإلى رفاقها متسائلا في لهفة عصبية: أين هو؟ أشارت سلوى عبر لوح الزجاج السميك إلى الشخص الراقد على فراش العناية الخاصة القائلة: ها هو ذا، إنه لم يستعد وعيه بعد. حدق الدكتور جلال في وجه ذلك الراقد بضع لحظات قبل أن يهز رأسه قائلا في ذهول مبهور: مدهش، من يتخيل هذا؟ سأله رمزي في توتر: ولكن من هو ومن أين جاء؟ أجابه الرجل منفعلا: الفحص المبدئي يؤكد أنها آلة زمن، لقد برزت فجأة في سمائنا واختل توازنها فور وصولها إلى عالمنا، فهوت من حالق وارتطمت بثلاث بنايات على الأقل قبل أن ترتطم بالأرض ويحدث ما حدث.
سأله أكرم وهو يحدق في الراقد بدوره: يقولون إن زميلته كانت معه، أهذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. ثم اصدرد لعابه قبل أن يتابع، ولكنها لم تحتمل عنف الهبوط، ولم يستطع إكمال عبارته وهو يحدق في وجه سلوى، فقالت هذه الأخيرة في عصبية: ماتت أليس كذلك؟ أومأ برأسه إيجابا دون أن ينبس ببنت شفة، فانتقع وجهها وتساءلت في خفوت وكأنما تخشى أن يرتفع صوتها: آه هي. أجابها الدكتور جلال في سرعة متوترة: نسخة طبق الأصل بنكي، نعم هذا صحيح، كل شيء فيها يطابقك تماما، البصمات، القزحية، وحتى تركيبها الجيني، لولا ذلك الاختلاف الذي يميزها وصاحبها ومركبتهما، والذي يثير حيرتنا وارتباكنا بشدة. هتفت نشوى مبهورة: ولكن من هما؟ ومن أين جاء؟ وكيف؟ أتاها صوت الحازم يجيب: من المستقبل. التفت الجميع إلى نور الذي أكمل بنفس الحزم: هذا لا يحتاج إلى ذكاء دافق. ران على الجميع صمت مطبق لبضع لحظات وهم ينقلون بصرهم بين نور وشبيهه الفاقد الوعي قبل أن يتمتم الدكتور جلال: سبحان الله العلي القدير، سبحان الله. قال أكرم في عصبية: نعم سبحان الله، له في خلقه شؤون. قالت نشوى: ولكن لماذا؟ ما الذي دفعهما إلى ركوب آلة زمن والعودة بها إلى الماضي؟ أشار نور إلى شبيهه الراقد وهو يغمغم: أظنه الوحيد الذي يمتلك جوابا لسؤالك. لم يكد يتم عبارته حتى بدت من الراقد آهة خافتة، فهتف الدكتور جلال في انفعال: رباه إنه يستعيد وعيه. ألقى رمزي نظرة سريعة عبر الحاجز الزجاجي على شاشات الأجهزة المتصلة بالراقد قبل أن يغمغم: هذا صحيح. قال الدكتور جلال: هل ستواجهونه؟ أجابه نور في حزم: بالتأكيد. ثم صمت لحظة قبل أن يضيف: أقصد أن الرفاق سيواجهونه. سألته سلوى في دهشة: وماذا عنك؟ صمت لحظة أخرى ثم أجاب: لو أنه نسخة مستقبلية مني على نحو أو آخر، فأنا أعرف جيدا كيف يفكر. وهز كتفيه مضيفا: فهو أنا على أي حال؟ قال أكرم في توتر: لم أفهم شيئا. أشار نور بسبابته قائلا: دعه يلتقي بكم أولا حتى لا يربكه الأمر، وهو يستعيد وعيه في البداية، وسأتابعكم من الخارج، ولكنني أعدكم أن أتدخل في اللحظة المناسبة. تبادل الجميع نظرة صامتة قبل أن يقول رمزي: فليكن يا نور فليكن. ثم أشار إلى رفاقه ودفع باب الحجرة لتبدأ المواجهة، أغرب مواجهة في حياتهم كلها. الجميع لقوا مصرعهم: محمود، رمزي، مشيرة، أكرم، نشوة، وأخيرا سلوى. رفاقك كلهم ضاعوا مع الغزو هذه المرة يا نور. الغزاة الآليون التهموا الأرض كلها، كيانها، تاريخها، حاضرها ومستقبلها، كل شيء انتهى، كل شيء، حتى آلة الزمن نفسها. ها أنت ذا وحيد ضائع يا نور، أنت الأمل في إنقاذ مستقبل الأرض، الأمل الوحيد. الغزاة في عالمك لن يتوقفوا أبدا، سيواصلون حملة الإبادة حتى النهاية. لن يسلم كائن حي واحد منهم، لن ينجو أحد من وحشيتهم الآلية التي لا تعرف شفقة أو رحمة. سيحطمون كل شيء وأي شيء، وسيسحقون الحياة في كل صورها بلا استثناء، بلا رحمة. أنت الأمل الأخير يا نور، لا تستسلم أبدا، ابتلع مرارتك وآلامك وأحزانك، احتمل كل لوعة وعذاب الدنيا. انسى رفاقك الذين شاهدتهم يلقون مصرعهم أمام عينيك واحدا بعد الآخر، انسهم جميعا. لا تتذكر إلا أمرا واحدا: الأرض ومستقبل الأرض.
قاوم يا قاوم يا نور، نور، قاوم، قاوم، لا لا تستسلم تستسلم أبدا أبدا مهما مهما كانت كانت المشاق المشاق والصعاب والصعاب والتضحيات. والتضحيات. قاوم قاوم يا يا نور، نور، هيا هيا استعد استعد وعيك، وعيك، لا لا تستسلم تستسلم لتلك لتلك الغيبوبة، الغيبوبة، استعد استعد وعيك في وعيك في ماضيك. ماضيك. هيا هيا هيا. هيا. كان ذلك الهتاف يتردد في ذهنه بقوة وهو يفتح عينيه في صعوبة ويتطلع إلى ما حوله بذهن مشوش مرتبك، وأمام عينيه ظهرت تلك الوجوه وصارت قشعريرة باردة في كيانه كله. أكرم، رمزي، نشوى، وسلوى، وجوههم جميعا كانت تطل عليه في لهفة مرتبكة حتى خيل إليه أنه في الجنة يطالع وجوه رفاقه الذين سبقوه إليها. ثم استوعب ذهنه الأمر في سرعة، إنه الآن في ماضيه، في زمن يسبق كل تلك الأحداث الرهيبة التي مر بها عالمه، زمن يسبق مصرعهم. وبابتسامة باهتة مضطربة تمتم: مرحبا يا رفاق، لا يمكنكم أن تتصوروا كم أنا سعيد برؤيتكم الآن. بدت عليهم دهشة متوترة عندما ألقى عباراته وتبادلوا نظرة عصبية للغاية، وكأنهم لم يتوقعوا حديثه قط، فأغلق عينيه لحظة ليريحهما من إجهاد عجيب يشعر به وهو يتابع: أراهن على أنكم تشعرون بدهشة كبيرة لرؤيتي هكذا، وهذا أمر طبيعي، فالواقع أنني لست نور الذي تعرفونه. تمتمت سلوى: نعلم هذا. وقال أكرم في عصبية: أنت قادم من المستقبل، أليس كذلك؟ كان يشعر بإرهاق غير عادي وهو يبتسم مجيبا: بالضبط بالضبط، أنت عبقري يا عزيزي أكرم. حدق أكرم في وجهه لحظة قبل أن يهز رأسه في قوة هاتفا: رباه، أكاد أقسم أنه نور، ولكن. قاطعه في هدوء: ولكنه أكبر سنا، أليس كذلك؟ أجابت نشوى مضطربة: لست أكبر سنا، ولكنك تختلف. فتح عينيه وألقى نظرة عليهم قبل أن يتمتم: أنتم أيضا تختلفون. ثم اكتسب صوته شيئا من الحيرة وهو يتابع: لست أدري في من، ولكنكم تختلفون. تبادلوا نظرة أخرى متوترة، ثم سأله رمزي في شيء من الحزم: من أين أنت بالضبط؟ أشار بسبابته مجيبا: من المستقبل، مستقبلكم. قالت سلوى بلهجة أقرب إلى الاستنكار: مستقبلنا نحن. تمتم: بالتأكيد. ثم ازدرد لعابه وأضاف: إنها قصة طويلة قد لا تسركم أبدا، ولكنني سأرويها لكم بكل تفاصيلها. سأله رمزي في قلق: ألن يجهدك هذا؟ كان يشعر بالفعل بإجهاد شديد لم يجد له تفسيرا منطقيا وهو يغمغم: أريد أن أرويها لكم. تبادلوا نظرة متوترة أخرى، ثم قال أكرم: افعل إذن، كلنا آذان مصغية. صمت هو بضع لحظات، ثم أشار بيده قائلا: ما سأرويه لكم قد يبدو رهيبا مخيفا، ولكنكم ستجدون معي أسطوانة مدمجة صغيرة جدا سجلت عليها كل شيء حتى تدعم قصتي وتكون عونا لكم في فهم واستيعاب الموقف كله. ستجدون عليها كل ما سجله مكوك الفضاء ابن ماجد وكل الأبحاث الخاصة بطريق النجوم ويوميات الغزو لحظة فلحظة وكل بيانات أخرى تتعلق بالأمر. سألته نشوى في ذعر: الغزو؟ أي غزو؟ تنهد قائلا: سأخبركم بكل شيء، كل شيء. قالها واصدر لعابه مرة أخرى في صعوبة، وحاول أن يقاوم ذلك الإجهاد الشديد الذي يشعر به وهو يقص عليهم القصة كلها منذ البداية وبكل التفاصيل. اتسعت عين الدكتور جلال عن آخرهما وهو يهز رأسه قائلا في ذهول: هل تصدق ما تسمعه يا نور؟
مط نور شفتيه وقال وهو يستمع إلى شبيهه الذي شارف الانتهاء من روايته: إنها قصة عجيبة للغاية ولكنها منطقية تماما. ردد الدكتور جلال: الغزو والدمار والقضاء على كل صور الحياة، هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا؟ تمتم نور في حزم: ليس بالضرورة. ثم أشار إلى شاشة المراقبة وهو ينهض مستطردا: لا تنس أنه يختلف. سأله الدكتور جلال في توتر: إلى أين؟ أجابه في حزم وهو يتجه نحو باب حجرة العناية الخاصة: أعتقد أنه قد حان الوقت لألتقي بنفسي، أليس كذلك؟ حبس الدكتور جلال أنفاسه من فرط الانفعال وهو يتمتم مبهورا: مع نفسي. وبينما ينطق عبارته فتح نور الباب ودلف إلى الحجرة في هدوء. وكانت لحظة عجيبة بحق، كان الراقد قد انتهى من روايته وشرح مشاعره مع سقوط آلة الزمن ومسرع سلوى عندما تواجها وجها لوجه. في البداية حدق كل منهما في وجه الآخر بشيء من الدهشة قبل أن يهتف الراقد: آه رباه، كان ينبغي أن أتوقع هذا، إنك أنا في حياتي الماضية رباه. بدأ نور هادئا وهو يتطلع إليه بضع لحظات قبل أن يقول: ولكن هذا يتعارض مع قواعد السفر عبر الزمن التي يعرفها كلانا جيدا، والتي يدهشني أنها لم تخطر ببالك قط وأنت تضع خطتك. المفترض أننا روح واحدة يا رجل، ومن المستحيل أن تتواجد نسختان منها في آن واحد. بدت الدهشة على وجه الراقد وهو يقول: رباه، هذا صحيح. ثم استدرك في دهشة أكبر: ولكن هذا ما حدث بالفعل، ها أنت ذا تقف أمامي، وهذا يعني أن التواجد المزدوج أمر ممكن حتى ولو اعترض العلماء على إمكانية حدوثه. نقل الجميع أبصارهم بين الرجلين في صمت ودهشة، فمط نور شفتيه لحظة قبل أن يسأل شبيهه: قل لي يا صديقي، ألم تنتبه إلى وجود بعض الاختلافات هنا؟ هذا الراقد كتفيه وأجاب: كل شيء يبدو لي مختلفا بعض الشيء، حتى أنتم. صحيح أنها نفس وجوهكم، ولكن هناك اختلاف ما لا يمكنني تحديده بعد. تنهد نور قائلا: بالضبط، ربما لا تستطيع استيعابه لأن ذهنك ما زال مشوشا مع صدمة السقوط، ولكننا انتبهنا إليه منذ اللحظة الأولى، وكان واضحا للغاية في آلة الزمن التي أتت بك إلى هنا، وربما كان هذا الاختلاف هو السبب الرئيسي فيما أصابها من خلل أدى إلى سقوطها. بدا التوتر على الراقد وهو يتساءل: وما هذا الاختلاف بالضبط؟ جذب نور لوحة إرشادية معلقة على طرف الفراش وهو يجيب: ربما يمكنك استيعابه أكثر عندما تقرأ هذه. قالها وأدار اللوحة بحيث تواجه شبيهه مباشرة، ولثانية أو ثانيتين خيل للراقد أن ذهنه المشوش يمنعه من استيعاب الأمر. ثم فجأة انتبه إلى ما يعنيه نور وأدرك سر الاختلاف الذي يشعر به، فالكلمات المكتوبة أمامه على اللوحة الإرشادية لم تكن على النحو الذي اعتاده أبدا، لقد كانت معكوسة، معكوسة كما لو أنه ينظر إليها عبر مرآة. وبسرعة انتقل بصره إلى وجوه أفراد الفريق وإلى كل ما يحيط به وفهم أكثر وأكثر. كل شيء من حوله معكوس، مقلوب، كل شيء يبدو كما لو أنه صورة مقلوبة في مرآة عادية، كل شيء. وبأنفاس مبهورة حدق في وجه نور متمتما: هل تعلم ما يعنيه هذا؟ أومأ نور برأسه إيجابا وقال في حزم: نعم، كلانا أدركه في اللحظة نفسها بالتأكيد. ثم شد قامته مضيفا: إنك يا صديقي لا تنتمي إلى زمن آخر فحسب، ولكن إلى عالم آخر، عالم يختلف عن عالمنا تماما.
وكانت مفاجأة مذهلة للغاية.